الآن واحد بيقول من المعروف أن الفداء الذي تم على الصليب هو الذي فتح لنا الفردوس، وقد كان آباء القدامى الأنبياء لأخره في الجحيم كما كان انتظار مش كما كان عذاب يعني، حتى تم الصلب ونقلهم رب المجد إلى الفردوس. ولكن إيليا النبي صعد إلى السماء وجاب الآية، فكيف ذلك والفداء لم يتم بعد؟ إيليا لابد أن ينزل إلى الأرض ويموت وبعدين يستحق أمجاد الفداء فيما بعد. كون أن ربنا أخذه إلى السماء مش معناها أن هو بيتمتع بالنعيم الأبدي، لا. زي واحد تقول في مكان انتظار تحت وواحد في مكان انتظار فوق، لكن لابد في اواخر الايام ان ينزل ايليا واخنوخ ويموتوا، وهذا ما ورد في سفر الرؤيا. واحد بيقول على الصليب قال السيد المسيح للص اليمين: اليوم تكون معي في الفردوس. إذن المسيح موجود في الفردوس مع كافة القديسين، فما هو الجديد إذن في ملكوت السماوات طالما المسيح موجود مع الآباء القديسين في الفردوس؟ تحصره في الفردوس؟ لقال: ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وقال: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسط. بماذا يخلص الإنسان، بالإيمان أم بالأعمال؟ بالاثنين مع بعض. بالإيمان، لأن بدون إيمان لا يمكن أن يخلص أحد. وبالأعمال، لأن الإيمان بدون أعمال ميت، والأعمال هي ثمار الإيمان، فالاثنين يمروا مع بعض، إيمان وأعمال ما نفصلهمش. أرجو إعطائي تدريب على هدوء الأفكار، حيث أنني لا أبالغ إذا قلت إن ذهني لا يستريح دقيقة واحدة من التفكير في أي موضوع، سواء كان ذا أهمية أو لم يكن، وهذا يتعبني جدا ويتعب أعصابي. أرجو من قداستكم قول كلمة أو تدريب لعلاج هذا الأمر. كويس ان فكرك بيشتغل احسن ما يكون ما بيشتغلش، بس المهم انك انت توجهه توجيه سليم، بدل ما تترك فكرك تايه يفكر في اي موضوع. احصر ذهنك في موضوع مفيد، وحصر الذهن في موضوع مفيد ممكن أن يكون عن طريق القراءة مثلا. لما تقرأ تلاقي ذهنك انحصر في القراية ولم يشت في موضوعات متعددة، وممكن يكون عن طريق الكلام مع الآخرين
فلما تتكلم مع الناس مش هتكون بتفكر في حاجة تانية، وممكن يكون عن طريق عمل اليد، لأن الإنسان لما يشتغل حاجة بإيديه يفكر فيها ما يفكرش في أي موضوع تاني، وممكن يكون بتغيير الهواء، يعني تنتقل إلى مكان آخر. المهم إنك أنت تضبط فكرك. ممكن يكون في موضوع من التأمل أو الصلاة برضو بتضبط الفكر. هو أكتر حاجة تتعب إن الفكر يركز في موضوع واحد، موضوع واحد، يعني اللي يقولوا عليه stress on one point، نقطة واحدة يقوم بيها ويصحى بيها وينام بيها ويمشي بيها ويقعد بيها، دي اللي متعبة فعلا، تتعب أعصابك زي ما انت قلت. فياريت انك انت تستخدم القراءة، الكلام، الاجتماعات، الفسح، الشغل، الصلاة، وتحول فكرك إلى شيء نافع ومفيد. واحد بيقول أرجو تفسير هذه الآية التي وردت في آخر إنجيل يوحنا، بيقول إن الآيات لو كتبت واحدة فواحدة ما أظن العالم كله يسعى الكتب المكتوبة. هل يقصد عدد الكتب أم حجمها أم عدد البلاد التي سترسل إليها؟ لا، هي عبارة تعني كثرة العدد، لكن لا نأخذها بالحرفية أبدا. في آيات لا يمكن نأخذها بالحرفية، مستحيل. مثال كده، لما ربنا قال لأبونا إبراهيم إن أولادك هيبقوا مثل عدد نجوم السماء ورمل البحر، مستحيل إن احنا ناخدها بالحرفية، يعني نقعد نعد حبات رمل البحر، مستحيل، ولا نجوم السماء. ففي أشياء حتى باللغة العربية، في الأدب العربي يعني، يسموها الكناية، كناية عن كثرة العدد، لكن لا تؤخذ حرفيا، لأن المعجزات كانت كثيرة جدا بحيث ما يقدرش أحد أنه يحصيها. يعني مثال لكده، لما يقال في إنجيل لوقا إصحاح 4، هو الجزء ده بنقوله في إنجيل صلاة الغروب، وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، فكان يضع يديه على كل واحد فتشفيهم فيشفيهم. كل اللي عندهم مرضى بيقدموهم. طب دول قد إيه؟ ما نعرفش. في آية تانية أحب أقرأها لكم من إنجيل متى إصحاح 4 آية 23 وآية 24 عن المعجزات اللي كان بيعملها السيد المسيح. شوفوا بيقول ايه. وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرس ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. فذاع خبره في جميع سوريا، فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم. دي هتبقى قد إيه المعجزات دي؟ هو المعجزات التي وردت في الأناجيل ما هي إلا عينة معينة، عينة
اختارها الآباء الإنجيليون وكتبوها، لكن مش هي كل المعجزات. المعجزات لا تحصى ولا تعد، سواء في نوعيتها أو في عددها. سؤال: لماذا اختار الله شعب بني إسرائيل بالذات ليكون شعب الله المختار، ولم يختر أي شعب آخر؟ بنو إسرائيل كانوا بني إبراهيم أب الآباء، وربنا اختار إبراهيم لإيمانه وطاعته، وباقي شعوب العالم في ذلك الحين كانت تعبد الأصنام. باقي شعوب العالم كانت بتعبد الأصنام، ومع هذا لما بنو إسرائيل بدأوا يعبدون الأصنام هم أيضا، دفعهم الله إلى أيدي أعدائهم، فوقعوا في سبي بابل وأشور. وقال الرب لأرميا النبي: لا تصلي من أجل هذا الشعب ولا ترفع من أجلهم طلبة، فإني لا أسمع لك. يبقى المسألة مش مسألة تحيز لحد معين، إنما إذا وجد الإيمان وجد رضا الله، ما فيش إيمان يبقى ما فيش رضا. واحد بيقول: قال السيد المسيح لتلاميذه: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. فما هي الخطية التي يمكن أن تمسك على الإنسان؟ الخطية التي تمسك على الإنسان ولا تغفر هي الخطية التي بلا توبة. الخطية التي بلا توبة، أو الخطية التي لا يعمل مرتكبها على علاج نتائجها. يعني واحد يظلم إنسان ويجي يقول للأب حللني، يقول له الله يحلك؟ لا، لازم يقول له روح عالج الظلم اللي انت عملته وانا احلك. واحد يقتحم بيت ويسرق اللي فيه، وبعد ما يسرقه يروح لأب الاعتراف يقول له حللني وياخد الفلوس وياخد الحل؟ لا، يقول له روح رجع الفلوس وانا احلك. واحد يكون ماشي في ايمان غير سليم او في بدعة او هرطقة، يجي يقول حاللني وهو لسه في البدعة ولسه في الهرطقة، يقول له لا ما نحلكش، لازم يبطل البدعة اللي هو فيها او يبطل الهرطقة اللي هو فيها وبعدين يحله. كلمة الحل بقت رخيصة، ان كل واحد يعمل زي ما هو عايز ويفضل في اللي هو فيه وبعدين يقول حللني. تيجي ازاي دي؟ يبقى انسان ما تبش، علشان يحلل لازم يتوب، وعلشان يتوب يترك ما هو فيه، وعلشان يترك ما هو فيه يعالج النتائج بتاعته.